عشان افهمكم موضوع الكنترولر ببساطة، خليني اعمل معاكم شوية تجارب كده لذيذة. اول حاجة انا هعمل كومنت لكل الاكشنز اللي موجودة عندي هنا في الكنترولر، وهعمل اكشن جديدة. اكشن يعني ميثود بلغة الكنترولر يا شباب. بصوا بقى انا هقول له ايه بقى، public string، تمام، وهقول له index. ايه ده، هو ينفع الاكشن بتاعتي ترجع string؟ ينفع. لما بقول له ان الاكشن بترجع اكشن ريزلت، ده معناه ان الاكشن هترجع الريزلت بتاعتها من خلال فيو. الفيو دي موجوده عندي في فولدر الفيوز، اوكي. انما ينفع اخلي الاكشن ترجع سترينج، هقول له ريتيرن هلو وورلد. تعالوا نجرب كده نشوف ايه اللي هيحصل هنا. بص رجع لي ايه، هلو وورلد. لو انا وقفت هنا عملت كليك يمين وقلت فيو بيج سورس، بص البيج سورس موجود فيها ايه، يعني مثلا مش موجود فيها مثلا اتش تي ام ال وبيج بادي وجوه البيج بادي هلو وورلد، لا مش موجود فيها اصلا غير هلو وورلد. ليه؟ لان الاكشن بتاعتي بترجع سترينج مش بترجع اكشن ريزلت. طب ايه الحاجات اللي ممكن الاكشن بتاعتي ترجعها؟ ممكن ترجع اكشن ريزلت اللي هي فيو موجوده عندي في فولدر الفيوز، ممكن ترجع سترينج، ممكن ترجع جافا سكريبت، يعني ممكن جوه الاثنين كوتيشن دي اكتب جافا سكريبت، ممكن ترجع جيسون، ممكن ترجع اكس ام ال، ممكن ترجع اي داتا تايب انتجر، اي حاجه. انت اللي بتختار الاكشن بتاعتك عايزها تعرض ايه. ان خلي بالكم يا جماعه، اللي بيعرض على البراوزر مش الفيو، اللي بيعرض الريزلت على البراوزر هي الاكشن اللي جوه الكنترولر. ركزوا في الحته دي، كل اللي بيشتغلوا في الام في سي بيفضلوا متلخبطين في الحته دي فتره، بيفضلوا مش عارفين هو الكلام ده بيحصل ازاي او الدنيا بتمشي ازاي. الدنيا يا جماعه بتمشي ان الكنترولر هو اللي بيتحكم في كل حاجه، تمام. الفيو دي ما هي اللي فيها شويه اتش تي ام ال وسي اس اس بس كده مرميه على جنب، لما عاوز اعرضها هعرضها. ولو عوزت الفيو دي انها تعرض داتا جايه لي من الداتابيز، هخلي الكنترولر يبعت للفيو موديل، والموديل ده الفيو هتعرضه. شكرا، ده كل الموضوع. مفهوم الدنيا لحد كده؟ طيب نقفل. هخليها ترجع دلوقتي اكشن ريزلت. الله اكبر، الله اكشن ريزلت. طبعا هيدي لك ايرور لان ده سترينج ودي اكشن ريزلت، تمام. هقول له هنا ريتيرن فيو، بس هعمل ايه بقى، هغير اندكس دي، بدل ما هسميها اندكس مثلا هسميها مثلا هلو. تعالوا نرن كده ونجرب ايه اللي هيحصل. جاب ايرور. ليه جاب ايرور؟ عشان مفيش في الهوم حاجه اسمها اندكس. طب هو ايه اللي زعله يعني لما يكون مفيش حاجه اسمها اندكس؟ يعني اقول لكم انا ايه اللي زعله. اللي زعله ان في الراوتنج كونفج انا قايل له ان الديفولت بتاعك يروح على الكنترولر اللي اسمه هوم ويروح على الاكشن اللي اسمها اندكس، هو ده اللي مزعله. خلاص ببساطه نغير الراوتنج كونفج. نورنا ايه يعني، نخليه يروح على الكنترولر اللي اسمه هوم والاكشن اللي اسمها ايه هلو. نرن كده، متوقعين ايه؟ طلع ايرور. ليه طلع ايرور؟ لان ما فيش فيو
جوه فولدر الفيوز اسمها هلو. مش احنا اتفقنا ان هو بيروح يدور على فولدر، على جوه فولدر الفيوز يشوف فولدر اسمه هوم ويدور جواه على فيو اسمها بنفس اسم الاكشن؟ طب انا ما عنديش. سهله، نعمل فيو وبالمره نبدا ايه ندخلكم واحده واحده في الفيوز. اقول له اد، نقفل بس كده. اد، اقول له اد ايه؟ بص اول حاجه حاطط لك اد فيو موجوده في اول حاجه، ليه؟ لان انا واقف على فولدر الفيوز. هقول له الفيو بتاعتي اسمها ايه؟ اسمها هلو. تمام. طيب هيقول لك ايه؟ يوز لاي اوت. خليني معلش انا ايه، لا بلاش الكلام ده دلوقتي، بلاش، مش عايزينها دلوقتي. ايوه سي اس اتش تي ام ال، فهمكم طبعا الكلام ده كله. كده احنا عملنا ايه؟ عملنا فيو اسمها ايه؟ اسمها هلو. تمام، تيجي نرن كده ونجرب. عمل لك ايه؟ عمل لك فيو اسمها، عرض لها يعني الفيو اللي اسمها هلو اللي احنا عملناها. تمام، احنا عملنا ايه بقى دلوقتي؟ اللي احنا عملناه ان احنا غيرنا الراوتنج كونفج، خلينا بدل ما يروح على الاندكس يروح على هلو، ورحنا ضفنا فيو اسمها هلو عشان يعرضها من جوه الكلام ده. طب هل كان ينفع ان احنا نخلي الاكشن اسمها هلو تعرض الفيو اللي اسمها اندكس؟ لا كان ينفع. كنا هنعمل ايه بقى؟ كنا هنروح على الكنترولر ونيجي على الفيو اللي اسمها هلو ونعمل دبل كوتيشن ونكتب له هنا اندكس. كده انا بقول له بالعافيه روح هات لي الفيو اللي اسمها اندكس. طب افرضه فولدر الهوم، فولدر الهوم اللي هو جوه الفيوز ما كانش فيه فيو اسمها اندكس، كان ايه اللي هيحصل؟ كان هيطلع ايرور. طيب ينفع انا جيت هنا كده، بص لو انا جيت هنا كده قلت له ايه بقى؟ هوم على هلو، طبعا لما قلت له هوم على هلو راح عمل ايه؟ عرض لي نفس الصفحه اللي انا واقف عليها. ليه؟ ليه ما عرضليش هلو؟ بصوا يا شباب، انا اول ما بكتب فوق، انا الحته دي اكتر حته عايزكم تفهموها لان هي دي روح الام في سي. لو فهمتوا الحته دي كويس يا جماعه هتخرجوا ما عندكوش اي مشكله بعد كده في الام في سي. لما انا ادوس كده انتر شوف ايه اللي حصل، راح رمى نفسه جوه الاكشن اللي اسمها هلو. تمام، ليه؟ لان انا كاتب له فوق ايه؟ انا كتبت له سلاش هوم سلاش هلو. تمام، انا لما بقول له يا جماعه سلاش هوم سلاش هلو بيروح ينفذ اكشن مش بيروح يعرض فيو. ارجوكوا ركزوا في الحته دي، هي دي الميسنج بوينت عند الناس في الام في سي. انا لما بقول له سلاش هوم سلاش هلو بيروح يرمي نفسه على اكشن جوه الكنترولر، والاكشن ده هو اللي بيقول للبراوزر انهي فيو اللي هتتعرض. فالاكشن اللي اسمه هلو بيقول ان الفيو اللي هتتعرض اسمها اندكس، لذلك الاندكس هي اللي اتعرضت مش هلو. فهمنا كده؟ طيب لو انا جيت بقى بدل هلو دي كتبت له اندكس، ايه اللي هيحصل؟ هيعرض نفس الصفحه؟ خلينا نشوف. ايه؟ هو دخل هنا. طلع ايرور. ليه طلع ايرور؟ لان انا ما عنديش
ما عنديش اكشن جوه الكنترولر اسمه اندكس. فهمنا كده النقطه دي، دي اهم نقطه عايز افهمها لكم. طيب نرجع تاني واحده واحده كده. مع لا مش فايل، انا ما بتعاملش مع فايلات، انا بتعامل مع اكشن جوه الكنترولر، لا اتعامل مع الفايلات. انا دلوقتي لما رحت قلت له سلاش اندكس، انا عندي اكشن اصلا اسمها اندكس، انا مهيشهم، ما عنديش اكشن اسمها اندكس. عارفه كان امتى هيتنفذ؟ لو انا كنت ايه، لو انا كنت شلت الهاشنج عن الاكشن اللي اسمها اندكس دي كان هيشتغل، انما انا مش عامل كده. تمام نرجع تاني. تمام طيب هنرجع تاني ندخل كده جوه الايه، جوه الاكشن اللي اسمها هلو دي. الاكشن اللي اسمها هلو دي موجوده في 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 فولدر من فولدرات الفيوز، او فايل من فايلات الفيوز اللي احنا عملناها. تمام الايه بيبقى الاكستنشن بتاعها سي اتش تي ام ال. تمام ليه سي اتش تي ام ال؟ لان هي الفيو بتبقى عباره عن ايه، عباره عن كومباينيشن ما بين الكود بتاع الاتش تي ام ال والكود بتاع السي شارب. فاكرين في الاي اس بي دوت نت ويب فورمز لما احنا كنا بنحب نستدعي من خلال ال HTML، من خلال يعني الجزء بتاع الديزاين، كنا بنحب نستدعي حاجة من جوه السي شارب. كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل لا البرسنتج، كنا بنيجي نوقف كده لو تفتكروا، كنا بنعمل برسنتج كده ونقول له يساوي، فنقدر نستدعي اي فاريبل او اي حاجة موجودة عندي فين في السي شارب. هنا في الفيوز عملوها بس بطريقة اسهل شوية، بيكتب علامة الات. تمام اول ما يكتب علامة الات يقدر بعدها يكتب اي حاجه سي شارب تعجبه. تمام هو هنا بص عامل ايه، كتب ات وفتح اتنين براكت تمام، ونادى حاجه اسمها فيو باج دوت تايتل. هبقى اشرح لكم دلوقتي يعني ايه فيو باج. تمام